على المغترب أن يفكر في لحظة العودة ويخطط للمستقبل ولا يتعامل مع الغربة على أنها ستدوم إلى الأبد، لأنه في لحظة ما قد يتغير عليه كل شيء، ولا بد أن تكون مستعد لهذه اللحظة. والله كسوق تجاري الآن ما أشجع كتجارة، وإنما كسوق استثمار يعني مثل مزارع، مثل صناعة، مصانع، شوف كيف سيء للبلد. إذا أنت مثلا يعني عندك قدرة كبيرة تعمل حاجة استثمارية تشجع منها، تخدم البلاد وتشغل الناس وأنت تستفيد، وفلوسك أو مبالغك اللي معك حفظتها في بلادك. من الحلول التي يمكن أن تساعد في التخطيط الجيد أن يتأسى المغترب اليمني بمغتربي بعض الدول، فكثير منهم يرسم لنفسه خطة مدروسة ومحكمة بحيث أنه يخطط لغربته من أول يوم ثم يعبر نحو حلمه، يعني يحدد لنفسه سنين معينة للغربة تطول أو تقصر، المهم أنه يحدد ويخطط لنفسه، فإذا انتهت السنين التي رسمها لنفسه رجع إلى بلاده وقد اشترى بيت أو شقة، افتتح مشروع أو بنى عيادة أو مكتب أو شركة صغيرة كل حسب تخصصه، أو حتى افتتح محل صغير يتكسب منه بين أولاده وأهله، وقد أمن لهم ولنفسه كأقل ما يقال لقمة العيش الطيبة. وطبعا في نماذج يمنية لا بأس بها جعلوا من الغربة خطوة فقط للبداية ثم عادوا إلى بلادهم، وإلى اليوم مشاريعهم ناجحة وتجربتهم ملهمة عبروا بها نحو مستقبل مشرق. بالنسبة للأشياء التي يمكن أن تفعلها إذا كنت مغترب، أولا تفكر أن تبني لك بيت تعيش فيه، أنت تسكن فيه أنت وأولادك وأهلك. ممكن يعني إذا كنت مش متزوج تفكر في الزواج، وبعدين ممكن تفكر أنك تجيب لك سيارة ولا شيء عشان المواصلات وأشياء. هذه يعني أهم شيء، الأشياء التي يفكر فيها الإنسان إذا كان اغترب، أو أنه ينشئ له مشروع معين يعني يدر عليه بعدين في حياته.